فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص بجواره أرض وهو محتاج إليها وقد عرضها صاحبها للبيع، فهل له حق الشفاعة أم أنه يكون كسائر المشترين؟ الشفعة بالجوار ما إذا وضعت الحدود وقامت الطرق فلا شفعة، إلا إذا كان بين الجيران شيء مشترك، مرافق مشتركة مثل المسيل، مثل الأشياء المشتركة من المرافق، مثل طريق مشترك، فهذا محل خلاف بين العلماء، والقول الراجح أنها تدخله الشفعة. نعم. فإذا قسم ولا ليس بينهما شيء مشترك ولا مرافق فلا شفعة بالإجماع، أما إذا كان بينهم شيء مشترك من المرافق فالصحيح أن فيه الشفعة دفعا للضرر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.